يأتي هذا فيما أعلنت الفصائل الفلسطينية تدمير ناقلتي جند تابعتين لجيش الاحتلال شمالي مخيم البريج وسط قطاع غزة بقذيفة الياسين 105. وكشفت عن تفجير 3 دبابات ميركافا في مخيم البريج. كانت الفصائل الفلسطينية أكدت أن عناصرها تخوض اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال في خان يونس، كما قامت بتفجير عبوة ناسفة أثناء تقدم جيش الاحتلال وأوقعت قتلى وجرحى في صفوفه.